مشروع ميناء الفاو الكبير. هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بعد اختتام الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، وبما يتميز به رئيس الوزراء من تحركات فاعلة على المستوى الداخلي، وجه هذه المرة مصطفى الكاظمي بوصلته تجاه محافظة البصرة، إذ دشن رئيس الوزراء مشروع ميناء الفاو الكبير، ووضع حجر الأساس للبدء بإنشاء المرحلة الأولى للمشروع والمتضمنة 5 أرصفة للحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية وإنشاء الطريق السريع بين مينائي الفاو وأم قصر. الكاظمي قال في كلمة له من البصرة أن هذا المشروع سيكون مشروع الأجيال والمستقبل، برغم أن العراق واجه تحديات كبيرة لإتمامه، وحان الوقت للبدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره البلد سنوات طوال، حيث سيوفر الميناء فرصا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة ويساهم في تطوير المحافظة. الكاظمي بيّن أن مشروع ميناء الفاو ليس للبصرة فقط، بل هو مشروع استراتيجي سيسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسراً اقتصادياً يربط مختلف بلدان المنطقة. ولذا فنحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث سيتجاوز البلد الأزمات ويتجه نحو البناء والإعمار والازدهار. وزير النقل العراقي أكد أن تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة، لا سيما وأنه تعرض إلى التعطيل لأسباب كثيرة من أجل إتمام إنجازه ضمن الوقت المحدد أو قبل ذلك. وتبلغ كلفة مشروع ميناء الفاو الكبير، وهو الأكبر عربيا والعاشر عالميا، 2.5 مليار دولار لإنجازه خلال 2 من قبل شركة دايو الكورية الجنوبية، وسيوفر قرابة 15,000 فرصة عمل، ويدر على البلاد حوالي 25 مليار دولار سنويا. مشروع ميناء الفاو خطوة مهمة جدا في عمل تغيير محاور اللعبة التجارية، لأنه سيكون مركزا تجاريا للمنطقة برمتها، وبحسب تصميمه سيكون ميناء الفاو واحدا من أكبر الموانئ على مستوى العالم، وسينقل البضائع من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا والعالم عبر العراق وبالعكس.